السلام عليكم، أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات الدوكرايزيشن. المرة اللي فاتت اتكلمنا عن الدوكر اركتكتشر والدوكر كومبوننتس والشورت ليفد كونتينرز، الكونتينرز اللي بتعيش وقت صغير. النهاردة هنتكلم على اللونج ليفد كونتينرز. يلا بينا نخش في التيرمينال. أول كوماند معانا النهاردة هو الديتاتش كوماند. المرة اللي فاتت احنا لما كنا بنستخدم دوكر ران كنا دايما بنرن الدوكر في التيرمينال، فبالتالي كنا بنرن بحاجه اسمها اتاتشد. يبقى انت اتاتشد للدوكر اكسكيوشن وبتقدر تشوف الاكسكيوشن في التيرمينال بتاعك. المره دي عاوزين نرن الكونتينرز اللي بتعيش فتره طويله. زي ما اتفقنا المره اللي فاتت ان الكونتينر بيعيش طالما البروسيس اللي جواه ما زالت عايشه. طيب احنا دلوقتي عاوزين نرن كونتينرز بيعيش فتره طويله، فمش منطقي ان احنا نشغل الكونتينر تمام واحنا بنتفرج عليه في التيرمينال. لان لو احنا مثلا عملنا كلوز للتيرمينال دي او عملنا تيرمينيت للبروسيس اللي شغاله في التيرمينال هتوقف البروسيس بتاعت اللي جوه الكونتينر وبالتالي هتوقف الكونتينر. فعشان نتغلب على الحته دي لازم نرن الكونتينر في ديتاتش مود تمام. طب ازاي نعمل ديتاتش مود؟ الديتاتش مود هنحط داش دي وبعد كده هنكتب اسم الكونتينر اللي احنا عاوزين نستخدمه. طيب ايه الكونتينر اللي احنا عاوزين نستخدمه؟ HTTPD. ايه هو HTTPD؟ بكل بساطة HTTPD ده اباتش ويب سيرفر اللي احنا هنتست بيه النهاردة شغلنا وهنشتغل عليه. منطقي لما انت هتعوز تشغل اي ويب سيرفر انت محتاجه ان هو يكون شغال في الباك جراوند، دي رقم واحد، ودوت الفكره من الديتاتش مود. ورقم اتنين انت هتكون عاوز البروسيس دي شغاله على طول عشان يسيرف ال HTTP ريكوستس اللي جايه له. طيب تعالوا كده نعمل ريفرش للكوماند دوت هيحصل ايه؟ لما هنستخدم دوكر ران تفتكروا من الحلقه اللي فاتت ايه اللي هيحصل؟ لو HTTPD ده already عندنا هيشتغل على طول، هيرن البروسيس ال HTTPD بالديفولت كوماند اللي جوه الكونتينر ده. طيب ولو مش عندنا هيعمل الاول pull وبعد كده هيشغل الكونتينر. طب يلا نجرب. زي ما انتوا شايفين هو رن على طول. ده معناه ايه؟ معناه ان الكونتينر دوت كان already معمول له pull عندي وموجود الايمج بتاعته في اللوكال ريبو واستخدمنا الايمج على طول دايركتلي. تعالى كده نجرب نعمل دوكر بي اس حتى من غير داش اي. هنلاقي ان في كونتينر بالاي دي ده اللي هو نفس الهاش ده بس ده الشورت هاش، والايمج ديت هي اتش تي تي بي دي ايمج ودي فعلا اللي احنا حددناها، والديفولت كوماند اللي استخدمناه اتش تي تي بي دي فور جراوند وكرييتد من 17 ثانيه وشغال بقاله 16 ثانيه. ودي بقى حاجه جديده، بورت 80. المره اللي فاتت لما كنا بنرن على الويل سي ما كانش عندنا بورتس، هنا بورت 80 وهنشرحها دلوقتي، وده اسم الكونتينر تمام. طيب ملاحظين حاجتين، احنا الحاجه الاولى اللي لاحظناها موضوع البورت ان هو بورت 80 تمام، والحاجه الثانيه ان استخدمنا بي اس من غير داش اي. فاكرين كنا المره اللي فاتت بنستخدم دوكر بي اس داش اي عشان نشوف كل الكونتينر، المره اللي فاتت كنا بنستخدم داش اي عشان نشوف الليفنج والدايد كونتينرز، بس بما اننا كنا شغالين على شورت ليفد كونتينرز فكان معظمه بيبقى كونتينر ستوبد او يعني خلاص دايد البروسيس دايد، فبالتالي كنا بنحتاج داش اي عشان نشوفهم. لكن الكونتينر ده لونج ليفد، يعني لو عملنا دوكر بي اس تاني دلوقتي شايفين انه بقاله up about a minute، يعني هو بقاله دقيقه شغال، فبالتالي انا مش محتاج ان انا اعمل داش ايه لان دوكر بي اس بيجيب كل الليفنج كونتينرز اللي موجوده عندي في الدوكر انجن اللي احنا شغالين عليه دلوقتي او كونكتد عليه دلوقتي عن طريق الدوكر كلاينت. طيب دي الملاحظه الاولى. طب ايه الملاحظه الثانيه بتاعتنا؟ الملاحظه الثانيه بتاعتنا ان احنا عندنا بورت 80. طالما ده HTTPD server يبقى احنا محتاجين port 80 عشان نأكسس على HTTPD server. طيب الكونتينر دلوقتي موجود عليه port 80، بس فاكرين احنا كنا بنقول ان الكونتينر بيرن in isolation تمام، فبالتالي لو انا دلوقتي عاوز اجرب اهيت البورت 80 دهوت واشوف هل هقدر اشوف الكونتينر ده ولا لا، الويب سيرفر HTTPD ويب سيرفر جوه الكونتينر ولا لا. تعالوا نجرب.
كتبت لوكال هوست ما طلعليش اي حاجه. طالما كتبت لوكال هوست وما طلعليش اي حاجه، كتبت لوكال هوست وما طلعليش اي حاجه، وده منطقي لان البورت 80 دوت موجود جوه الكونتينر، مش موجود على الهوست ماشين اللي احنا شغالين عليها او اللي احنا بنتكلم عليها. طيب ازاي اخلي البورت 80 اللي جوه الكونتينر يتوصل بالبورت 80 اللي الهوست ماشين او الدوكر انجن شغال عليه؟ بسيطه جدا، بنعمل دوكر ران تمام، وبنعمل داش دي اللي هو ديتاتشد مود تمام، وبنكتب داش بي، ودوت تاني حاجه هنتعلمها النهارده اللي هو البورت مابينج، وبنكتب السورس بورت اللي هو البورت اللي موجود على الماشين اللي احنا شغالين عليها تمام، او اللي الدوكر انجن متسطب عليها. احنا عندنا الدوكر انجن شغال على نفس الماشين اللي احنا شغالين عليها، فبالتالي هو ده السورس بتاعنا وده الديستنيشن، وبنكتب اتش تي تي بي دي وبندوس انتر. هنا اشتغل تمام، وبعد كده هنروح للويب براوسر نريفرش البيج، هنلاقي ان ال HTTP سيرفر اشتغل. طيب ما تقلقوش، هنشرح الحته بتاعت البورت مابنج دي دلوقتي بالتفصيل اكتر، بس انا بس حابب اديكوا كده نبذه او عن الكوماند دوت عشان نبدا نخش نفصصه. طيب تمام، تعالى نعمل دلوقتي دوكر بي اس عشان نشوف حاجه غريبه جدا. احنا عندنا دلوقتي شايفين تو كونتينر شغالين، طب ازاي؟ وعندنا هنا بورت 80 ماب بورت 80 على 0000 ماب الكونتينر لبورت 80، وعندنا هنا بورت 80 ام ماب. تعال نفصص ايه الموضوع ده بالتفصيل. احنا رنينا الاول هنا هو دوكر ران داش دي اتش تي تي بي دي تمام، ده عمل ايه؟ اول كونتينر عليه اباتش ويب سيرفر، وجوه الكونتينر فيه بورت 80 مفتوح تمام. الكونتينر ده كان اسمه فروستي سامثينج. بعدين رنينا الكوماند مره ثانيه وعملنا هنا بورت ثاني، بورت مابينج سوري. فايه اللي حصل؟ اللي حصل ان هو رن كونتينر جديد هنا اهوت، سوري هنا هو اول واحد اللي هو سويتي ويسكوف تمام، وجواه بورت 80 لان ده الاباتشي ويب سيرفر هو، وعمل مابينج ما بين البورت 80 بتاع الهوست ماشين الى اهو شايفين السهم ده الى البورت 80 بتاع الكونتينر. وبالتالي لما احنا عملنا هنا لوكال هوست ورحنا عملنا هيت، دخل في انه كونتينر، دخل في الكونتينر التاني بتاعنا. احنا كده دلوقتي فهمنا ايه اللي حصل في الثلاث كوماندات اللي فاتوا. تعال بقى نفهم ايه بقى ايه فكره الداش بي 8080. اللي بيحصل هنا ان في حاجه اسمها نتوركينج درايفر في الدوكر، شغال في الدوكر تمام. لما احنا ما بنحددش ايه النتوركينج درايفر اللي احنا شغال عليه، الديفولت بريدج تمام. طيب تعالى نبدا نعرف الدوكر سوري انا اسف، النتورك درايفر. النتورك درايفر هو الميكانيزم اللي النتوركينج جوه الدوكر انجن هيشتغل بيه. عرفنا النتوركينج درايفر. ايه هو البريدج كونكشن؟ من الاخر جاي من اسمه بريدج، يعني كوبري. بكل بساطه بيوصل الدوكر انجن او الهوست اللي عليه الدوكر انجن بالكونتينر دايركتلي عن طريق كوبري. تعالوا نفهم البريدج نتوركينج برسمه توضيحيه. لو تلاحظوا ان هو احنا عندنا ايه؟ عندنا اوبريتنج سيستم، الاوبريتنج سيستم ده فوقيه الفيزيكال نتوركينج اللي هو النتوركينج لاير، وفوق الفيزيكال نتوركينج او جوه الاوبريتنج سيستم جنب الفيزيكال نتوركينج عندنا الدوكر انجن، والدوكر انجن فيه تو رانينج كونتينر اللي احنا شغلناهم. الكونتينر الاول عاملين له اكسبوز للفيزيكال نتورك، والكونتينر الثاني مش عاملين له اكسبوز للفيزيكال نتورك. الكونتينر الاولاني لو تاخدوا بالكم في حاجه هنا مهمه جدا. ايه هي؟ اول ملحوظه ان لو تاخدوا بالكم الاي بي هنا والاي بي هنا بتاع الكونتينر الاول والكونتينر الثاني على نفس السبنت. ده معناه ان الدوكر انجن ده هوت عامل ران لتو كونتينرز على نفس السبنت. تاني حاجة عندنا هنا بريدج كونكشن عشان يوصل الانفورميشن ما بين الكونتينر والفيزيكال نتوركينج تمام. واحنا اتفقنا ان البريدج كونكشن هو الديفولت، البريدج نتوركينج هو الديفولت درايفر للكونتينرز.
طب تعال نتخيل ايه السيناريو اللي حصل. احنا عم بالاخر عملنا مابينج ما بين الفيزيكال نتوركينج للكونتينر نتوركينج عن طريق البريدج، وقلنا البورت 80 اللي في الفيزيكال نتورك هو هو البورت 80 اللي جوه الكونتينر ده، لكن احنا ما عملناش كده في الكونتينر التاني، فبالتالي مفيش كونكشن ما بين الكونتينر ما بين الكونتينر التاني والفيزيكال نتورك، لكن في كونكشن ما بين الكونتينر الاول والفيزيكال نتورك، وده اللي احنا لما دخلنا في البراوزر عملنا لوكال هوست ودوسنا انتر فتح لنا الايه الويب سايت. طيب تعالى كمان نخش بالتفصيل اكتر نشوف ايه السيناريو اللي حصل. السيناريو اللي حصل بكل بساطه ان لما احنا دخلنا في البراوزر ودوسنا لوكال هوست 80، لوكال هوست اللي هو الفيزيكال نتورك اللي موجود في الاوبريتنج سيستم، فلما عملنا بورت 80 احنا كنا عاملين مابينج ما بين الفيزيكال نتورك والبريدج كونكشن، فعمل فورورد للانفورميشن ما بين الفيزيكال نتورك للبريدج تمام. وطبعا الدوكر انجن عارف هو هيروح لانه بريدج وانه كونكشن، لان ايه؟ لان البورتس المفتوح على الفيزيكال نتورك يونيك، يعني احنا هنا فاتحين بورت 80 تمام، فاتحين بورت 80، يبقى احنا ما ينفعش نفتح اي بورت، يعني ما ينفعش نفتح البورت 80 ده مره تانية. لو فتحنا بورت 80 مره تانية هيدينا ايرور، وهنجربها دلوقتي في التيرمينال تمام. طيب فبالتالي لما انا هفتح لوكال هوست واكتب بورت 80 انا عارف انا بكونكت فين، انا بكونكت هنا لان مفيش اذر واي تمام. والبريدج كونكشن بيفورد الانفورميشن للكونتينر اي بي ادرس وبيعرف يوصل للاتش تي تي بي ويب سيرفر تمام، وبعد كده الريسبونس عادي بيرجع زي ما هو. طيب فاكرين الكونتينر ده مفيش كونكشن، فبالتالي مفيش اي وسيله ان انا اعرف اوصل للانفورميشن اللي هنا. طيب تعال نجرب نشوف لو عملنا بورت مابينج البورت 80 مرة تانية ايه اللي هيحصل تمام. يلا بينا، هنستخدم نفس الكوماند اللي احنا رنناه قبل كده اللي هو docker run dash d dash p 80 httpd وندوس انتر. قال لنا ايه؟ error response from daemon طبعا اللي احنا الدوكر daemon وتعلمنا اسمه المرة اللي فاتت. driver failed. طيب المهم كلام كتير في الاخر بيقول لك ايه؟ port is already allocated، port 80 already allocated. فاحنا فاهمين ان بورت 80 اللي على الفيزيكال نتورك اوريدي الوكيتد ومحجوز للكونتينر دوت للكونتينر دوت، فبالتالي لما انا حبيت اعمل له مابنج لي كونتينر تاني رفض وقال لك ايه؟ ما ينفعش. طيب احنا كده تقريبا اتعلمنا ايه؟ اتعلمنا البورت مابنج، وتعلمنا نشغل اللونج ليفنج كونتينر. طيب السؤال اللي بيطرح نفسه هنا دلوقتي، المرة اللي فاتت لما انا شغلت الكونتينر اتاتشد كنت بشوف اللوجز، لما انا رنيت دلوقتي الكونتينر ده في الباك جراوند انا مش شايف اي لوجز خالص. طب هل في طريقة اشوف بيها اللوجز؟ طبعا نستخدم دوكر لوجز تمام. طيب دوكر لوجز ديت انا عاوز استخدمها، طب هفتش انه كونتينر، تعالى ناخد نفتش الكونتينر اللي هو اللي احنا عاملين له بورت مابينج واتفرجنا على الانفورميشن بتاعته. لما عملنا دوكر لوج قدرنا نشوف كل اللوجز اللي موجوده جوه الكونتينر. طيب عارفين في كوماند في اللينكس بتقدر تعمل حاجه اسمها تيل داش فولو داش اف فولو، واقدر اشوف اللوج وهي في الريال تايم وافضل متعلق باللوج ده. هل في الدوكر حاجه زي كده؟ بستخدم دوكر لوجز تمام، وبعد كده بعمل داش اف اللي هي فولو، وبعدين بكتب بحط سوري انا عملت حاجه غلط، وبكتب اسم الكونتينر دوكر لوجز داش فولو، وبعدين بحط اسم الكونتينر. هنلاقي نفسنا ما طلعناش للتيرمينال تاني، فضلنا قاعدين جوه، فبالتالي كل ما هيحصل اي انفورميشن ان هوت اي ريفرش. طيب تعال نقول شايفين احنا في اخر حته هنا، تعال نحاول نريفرش البيج مرتين او ثلاثه، ريفرش اهو مره ثانيه مره ثالثه، نرجع هنلاقي شايفين احنا بنفولو اللوجز. طيب تمام. طيب هل في تريكايه كمان في الـ في في الـ في, في اللوجز؟ طبعا. تعال ناخد نفس الكوماند الاخير ونعمل نزود عليه حاجه تانية اسمها داش تي تمام. داش تي اللي هو تايم ستامب، طب هيعمل لنا ايه؟ هيزود لنا التايم ستامب تمام اللي ظهر فيه اللوج ده هو.
طيب التايم، هل التايم ستامب مهم؟ انا شايف ان هو مهم، خصوصا لو انت بعد كده هتحتاج تودي اللوجز ديت مثلا في سيستم زي مثلا جرافانا اللي هو بيشو، او سبلانك اللي هو بنقدر نشيب اللوجز ليه ونبدا نشتغل على اللوجز، نعمل لها فلترنج ونعمل لها كويريز واناليسز. تمام. طيب اتعلمنا الدوكر لوج، ايه تاني ممكن نستخدمه في اللونج اللونج ليفد كونتينرز؟ ممكن كمان دوكر ريستارت. تعال نعمل دوكر بي بي اس. تمام. الكونتينر الاول شغال بقاله 16 دقيقه والكونتينر التاني شغال بقاله 19 دقيقه. نفترض لاي سبب من الاسباب انت محتاج تعمل ريستارت للكونتينر دهوت اللي هو الفروستي سامسونج. ما علينا، هنعمل ايه؟ هنعمل دوكر ريستارت ونحط اسم ايه الكونتينر وندوس فعمل ايه؟ عمل ريستارت. طيب تعالى كده نعمل دوكر بي اس نشوف. لاحظنا هنا ان هو اب 5 سكندز، يبقى هو اللي حصل، اللي حصل ان هو عمل ايه؟ عمل ريستارت وبداوا من ايه؟ من اول وجديد. طيب الكوماند ده يوسفول لو انت عندك محتاج تراستر بروسيس او حاسس ان في حصل بروسيس هنجد لاي سبب من الاسباب او كونتينر هنج لاي سبب من الاسباب فانت حابب تعمله ريستارت، فتعمله ايه؟ ريستارت بالشكل ده. طيب نفترض انا قلت كلمه كده ان الكونتينر مهنج وعاوز اعمله ريستارت. طب افرض الكونتينر مهنج وعاوز تعمله ايه؟ ريستارت، ومش مهنج مش عارف تعمله ريستارت، هل في طريقه ان انا افورس الريستارت؟ في طريقه. ازاي؟ انك انت تستخدم كوماند ريستارت. تمام. وتقول له داش تي، داش دي لو تايم، التايم اللي هيستناه ان الدوكر انجن هيستنى الكونتينر ده عشان يريستارت جريسفولي بامان. تمام. ولو ما عملش ريستارت جريسفولي هيكيل الكونتينر ويبداوا من اول وجديد. فاحنا عندنا مثلا هنا 5 سكندز مثلا، فهنريستارت دوكر بي اس 3 سكندز، هو اب 3 سكندز، يبقى فعلا عمله ريستارت. طبعا هو الكونتينر مش مهنج فالكوماند ده توضيحي لينا، لكن لو احنا تعاملنا بعد كده في سيتويشن والكونتينر كان مهنج فاهمين دلوقتي ان احنا نقدر نعمل دوكر ريستارت ونديله تايم اوت عشان تايم اوت صح عشان يفورس الريستارت دي. تمام. طيب انا شايف ان انا عندي تو كونتينرز، الكونتينر التاني ده هو مش مستغل، انا مش عامل له بورت مابينج ولا عامل له اي حاجه. طب انا ايه اللي مخليه اب اند راننج؟ طب ما انا احاول اوقفه، هل في كوماند ان انا اوقف الكونتينر؟ في دوكر ستوب واحط اسم الكونتينر. تعالى بقى نعمل دوكر بي اس بس المره دي نشوف ايه. بس الدوكر اللي شغال هو اللي ظهر. طب لو عاوز اجيب الكيلد او الستوب ده، انا اسف، دوكر بي اس داش اي، فهنلاقي ان في 3 كونتينرز موجودين، الكونتينر الاول، الكونتينر الثاني، الكونتينر الثالث. تمام. اللي احنا وقفناه الاخير ده اللي هو الفروستي سامسونج هو ده، وهو اكزيتد. تمام. طيب احنا كده ايه؟ اتعلمنا الدوكر ستوب، الدوكر ريستارت. طب في حاجه لها علاقه بالريستارت والستوب احنا قلناها اللي هو فاكرين ايه؟ قلنا لو احنا اللي هو هيكل الكونتينر وبعد الريستارت دي لو ادينا لها تايم وهو ما قفلش في التايم ده اللي هو الفايف سكندز اللي احنا حددناها، هيكل الكونتينر وبعدين يستارته. طب هل في كوماند ان انا اقدر اكل بيه الكونتينر؟ طبعا في دوكر كيل. تمام. وادي له اسم الكونتينر، هدي الكونتينر اللي شغال دلوقتي الاب اند راننج ونقول له كيل، قتل الكونتينر. نتاكد ازاي؟ دوكر بي اس داش اي، يلا اهو كل الكونتينرز وقفت وانتهى الموضوع. تمام. طيب تقريبا كده احنا خلصنا الكوماندات اللي ليها علاقه بالتشغيل اللي هو الريستارت والستارت واللوج والريستارت والستوب والكيل. تعال نبدا في كوماند جديد، بس عشان نبدا فيه تعال نشغل الكونتينر تاني الاخير اللي احنا وقفناه. تعالى نعمل دوكر بي اس. تمام. شغلنا الكوماند الدوكر الاخير اللي احنا شغلناه. طيب في كوماند هنتعلمه دلوقتي اللي هو الدوكر ستيتس. تمام. دوكر ستيتس وهنديله اسم الكونتينر اللي احنا شغلناه. طب الكوماند ده بيعمل ايه؟ بيديك ستريم
بالبروسيس اللي شغاله او الريسورس الريسورس يوزج بتاع الكونتينر ده هو. تعال نشوف ايه اللي هيحصل اهو. فبيقول لك ايه الكونتينر اي دي ده هو اللي اسمه كذا محتاج بياخد سي بي يو قد كذا واخد ميموري قد كذا اوت اوف قد كذا واللي هي كام بيرسنت وادي الاي او اوبريشن بتاعه وادي البلوك انبوت اوت بوت ريد بتاع الهارد ديسك تمام. طب حلو جدا. طب انا لما فتحت دوكر ستيت قعدت ريفريش ريفريش وتديني يعني تديني سطور 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 عماله تتغير. طب ايه الفكره؟ الفكره ان هي بتابديت لايف كل فتره معينه وليكن مثلا كل ثانيه بتابديت بالستيتس بتاعت الكونتينر ده هو. طب هل في طريقه ان انا اخد بس اول قيمه؟ انا مثلا انترستد بس في اول قيمه مش محتاج اعرف كل التفاصيل دهيت. طب هل اقدر اعرف المعلومه دي؟ اه. فهعمل ايه؟ هعمل دوكر ستيتس وممكن واسم الـ والاسم بتاع الكونتينر بس هديله بارامتر اسمه ايه؟ اسمه نو ستريم بس. طلع لي الستيتس وقفل وانتهى الموضوع. كان الله بالسر عليم. خلصت. طيب ايه الخطوه اللي بعديها؟ هل اقدر اجيب عارفين الكوماند مثلا دوكر بي اس كنا دايما بنعمل ايه؟ بنعمل داش ايه عشان يجيب اول. طب هل في طريقه ان انا اجيب الستيتس بتاعت كل الكونتينرز بدل ما ادخل الاسم كونتينر كونتينر زي ما عملنا هنا؟ اه طبعا. دوكر ستيتس داش ايه انتر بس هيجيبها وهيفضل يديك يابديت كل شويه تمام. احنا عندنا هنا 3 كونتينرز جاب لنا 3 كونتينر وكل شويه بيابديت كل شويه بيابديت. طب هل ينفع اجيب كل الكونتينرز وكمان نو ستريم؟ اه ينفع اهو. يلا داش ايه دبل داش نو ستريم بس خلاص الثلاثه كونتينرز اللي موجودين. لو تاخدوا بالكم ان في طبعا 2 كونتينرز اصلا ستوبد هو جاب لنا الستوبد تمام وواحد شغال. اللي شغال طبعا واخد ميموري واخد سي بي يو لود لكن الباقي تمام مش واخدين. طيب عارفين في لينكس كوماند اسمه توب بيجيب لك التوب راننج بروسيس واليوزجز بتاعتهم. طب في الدوكر برضو كوماند اسمه توب يوسفول كوماند تمام. اه عاوزين ناخد اسم الكونتينر سويت ويسكوف. اه فبيقول لك ايه بقى؟ ايه اللي حصل هنا؟ هو جاب لك التوب بروسيسز اللي شغاله جوه الكونتينر. فهو شغال اربعه ادي واحده اليوزر اسمه روت ثلاثه اليوزر اسمه بين ادي البروسيس اي ديز بتاعتهم وكلهم ايه؟ كلهم الكومنتس بتاعت ال HTTPD دول غالبا يعني 4 فوركس من ال HTTPD بروسيس تمام؟ جوه الكونتينر دول شغالين. فالمهم ان دوكر توب بيجيب لنا التوب راننج بروسيس او البروسيس اللي شغاله جوه الكونتينر ده اللي احنا قلنا لو ماتت يبقى الكونتينر ايه؟ مات. طيب تعالى نبدا بدوكر بي اس تاني ونشوف ايه اللي شغال. اه الكونتينر بتاع سويت ويسكوف ده شغال. طيب نفترض مثلا عندنا يوز كيس ان الكونتينر ده شغال جوه الدوكر انجن وفجاه عليه لود فظيع جدا او هو بقى نويزي نيبور بقى هو واخد سي بي يو وميموري ريسورسز فظيعه بقيت انت مش عارف تستخدم الدوكر انجن. فانت مش عاوز تستوب الكونتينر مش عاوز تكيل الكونتينر عاوز بس توقفه مؤقتا تمام عشان تعمل عليه حاجه معينه وبعدين ترجعه تاني. هل في كوماند يعمل كده؟ طبعا في تو كوماندز دوكر بوز. يبقى انت كده وقفت الكونتينر مؤقتا. تعالى كده نعمل دوكر بي اس. خدوا بالكم انا ما عملتش داش ايه لان الكونتينر ده مش ميت. فهلاقي ان الكونتينر ستيتس الستيتس بتاعت الكونتينر ايه؟ هو اب بقى له 4 دقايق بس هو حاليا بوزد حاليا مش شغال ما نقدرش ناخد عليه اي ريكوستات. تعالى نتاكد. تعالى نشوف هنا اللوكال هوست شايفين لودينج لودينج بس ما بيرسبونش. ليه؟ لان البروسيس اللي موجوده جوه الكونتينر والكونتينر نفسه بوزد مش شغال فبالتالي عمر ما الريكوست هيرجع. ولكن هو الستيتس بتاعته ايه؟ راننج. هو هنا حتى الويب سيرفر حاسس عمل سند للريكوست ان ات وركينج موجود لكن البروسيس اللي جوه بوزد واقفه. طيب في طريقه ثانيه نشغله؟ اه دوكر ان بوز ونديله اسم الكونتينر انا اسف تمام. تعالى نعمل دوكر بي اس دلوقتي هنلاقي ان الكونتينر اب الستيتس مش بوز. تعالى نشوف هنا طبعا الريكوست اشتغل عادي بس نعمل ريفرش عشان نشوفه تمام شغال عادي.
طيب جميل جدا. تعالى نخش بقى على حته انترستنج اكتر، نكلير بقى، نخش على حته انترستنج اكتر. دلوقتي عندنا كونتينر اهو بتاع الاباتشي شغال، هل هقدر ان انا اكسكيوت مثلا كوماند معين، اكسكيوت كوماند معين جوه الكونتينر اللي شغال ده؟ اقدر اكسكيوت كوماند معين جوه الكونتينر اللي شغال. طب استخدم ايه؟ استخدم دوكر اكسكيوت. تمام. طيب هاكسكيوت ايه؟ اول حاجه اختار اسم الكونتينر اللي انا هاكسكيوت عليه اللي هو سويت ويسكوف. طيب هاكسكيوت ايه؟ لو انا عملت كده هيقول لي انت يعني ما ادتنيش كل الارجيومنتس، في ارجيومنت ناقص، انا محتاج تو ارجيومنتس. الارجيومنت الاول كان ايه؟ كان الكونتينر اللي هو هنا. الارجيومنت الثاني ايه؟ الكوماند، انت ما ادتنيش كوماند. طب تعال نجرب بين ls نعمل ليست كوماند. اشتغل عندنا اهو، دخل على الكونتينر اكسكيوت الباين اكسكيوت سوري ls اللي موجود جوه البن، وعمل لك ls على الوركينج دايركتوري اللي الكونتينر بيشتغل منه، فرجع لك البين والبيلد والسي جي اي بين. يعني انا استنتاجي اهو واضح من ان انا شفت كلمه HT docs، ده معناه ان هو الوركينج عمل ls على الوركينج دايركتوري اللي هو الاباتش ويب سيرفر دايركتوري. طب جميل جدا. طيب هل نقدر نعمل مثلا نعمل ورك اراوند، نخش على بين باش فبالتالي نفتح باش شيل ونبدا نكسكيوت كوماند؟ تعال نجرب. دوست دوكر اكسكيوت الاسم بين باش ما فتحليش تيرمينال. ايه ده؟ ليه قفل بسرعه؟ لان الكوماند دوت بيكسكيوت الاكسكيوتابل وات ايفر اللي انت هتبصيه، تمام، بنفس طريقه الشورت ليفد كونتينر. عشان تفتح حاجه زي التيرمينال وتبدا وتفضل قاعد جواها لازم تاكسكيوت الكوماند دوت، تضيف له بارامتر صغير اسمه داش اي اللي هي اختصار انتراكتيف مود، عشان يبقى عشان يوصل لك الاس تي دي ان اللي هو الستاندر انبوت بتاعك اللي احنا بنكتب فيه دلوقتي للكونتينر، ويوصل الستاندر اوتبوت بتاع الكونتينر للستاندر اوت بتاعك عشان تشوف الريزلت ايه. تعال نجرب. احنا كده دخلنا، شايفين الكونتينر ما بيوقفش. تعال نكتب كوماند، نكتب ls، عمل ls عادي. طيب عاوزين نطلع من الكونتينر، احنا دلوقتي جوه الكونتينر عاوزين نطلع، هنعمل ايه؟ هنعمل مثلا exit. تمام، فهو هي exit الباش شيل. هنا في سؤال الناس ممكن تساله لي، ان ليه التيرمينال لما احنا فتحنا البين باش او الباش تيرمينال ليه التيرمينال دي شكلها غريب مش زي التيرمينال اللي احنا متعودين عليها، اللي هي بقى في برومبت وبتكتب جنب البرومبت وبتقدر تشوف انت واقف فين وهكذا. الاجابة بكل بساطة ان دي التيرمينال اللي فيها برومبت اسمها سودو تي تي واي تيرمينال. تمام، السودو تي تي واي تيرمينال عشان تفتحها، هل ممكن نفتحها في الدوكر؟ ينفع. عشان نفتحها تعالى نكوبي الدوكر نيم هنا. عشان نفتحها هنعمل ايه؟ هنعمل دوكر اكسك. تمام، ونديها الداش تي اللي هو اختصار تي تي واي، ده نوع التيرمينال اللي فيها البرومبت، وداش اي عشان تبقى انتراكتيف، وبعد كده الكونتينر نيم اللي احنا عاوزين اكسكيوت عليه الكوماند، ونفتح الباش عشان نكسكيوت يعني الباش، نفتح شيل جديده. بص بقى هنا بقى اداني التيرمينال اللي احنا متعودين عليها، اللي هي ايه بقى؟ اللي هي قال لك ان مثلا اليوزر ده اسمه روت، الكونتينر ده الاي دي بتاعه كده اهو، لو تاخدوا بالكم ان الاي دي ده هو الاي دي ده بتاع الكونتينر. تمام، يعني هنا الكونتينر نيم هو الكونتينر اي دي، مش الكونتينر نيم اللي هو الهوست نيم، انا اسف، الهوست نيم هو الكونتينر اي دي، وهنتكلم على دي بالتفصيل ان شاء الله في الحلقه الجايه لما نبدا نتكلم عن ان احنا نورك ويز مالتيبل كونتينرز، ان احنا مثلا نلينكهم وكده، هنتكلم، ما تقلقوش الكلام ده هنشرح بالتفصيل الحلقه الجايه. اليوزر اللي احنا شغالين عليه هو الروت يوزر، والباس اللي احنا فيه يوزر لوكال اباتشي 2. تمام، ونقدر مثلا نستخدم، انا اسف، ls command عشان نشوف الديتيل، او ls dash l for example نقدر نشوف ايه، نعمل ليست ونعمل ايه، نشوف الليست بالبرميشنز وبالكلام ده هو. طيب مثلا ليه موضوع ان اكسكيوت وافتح تيرمينال ده موضوع مهم؟ الموضوع بتاع التيرمينال ده مهم لان مثلا انا عاوز اعرف ايه، انا عاوز الخطوه الجايه
ان انا مثلا ال HTTP page ديت اللي انا بفتحها اللي هو it works دي، انا عاوز اغير الكونتنت بتاعها، فانا عاوز اشوف الصفحة دي فين واغير الكونتنت بتاعها. فانا عملت execute على الكونتينر ده هوت، وفتحت بيم باش تيرمينال، تمام. وبعد ما فتحت التيرمينال اللي على الكونتينر دوت، قعدت اشوف مثلا ls، فلقيت ان انا واقف في الاباتشي، في الاباتشي انستوليشن فولدر. بعدين هعمل ls مثلا ht docs docs، اشوف ايه اللي فيها. لقيت البيج. طب تيجي نعمل cat كده نشوف الكونتنت بتاعت البيج دي ايه. h docs index.html. it works. يبقى هي البيج دي. طب انا عرفت البيج اللوكيشن بتاعها فين، وخلاص الخطوه الجايه ايه؟ الخطوه الجايه عاوزين نغير البيج دي نخليها حاجه تانية، تمام. طيب انا ازاي بطلع من الكونتينر من غير ما اقتله؟ انا دوست كنترول ودي، كنترول ودي. طب هل في طريقه تانية؟ ممكن ادوس اكزيت، ما كنترول دي ده بيعمل اكزيت. تعالى اهو هخش بيم باش تاني واكتب كلمه اكزيت، افتح كده هيروح كاتب لي اكزيت وطالع. طب تعالى نعمل دوكر بي اس نشوف الكونتينر شغال ولا مش شغال. الكونتينر شغال، يبقى احنا لما عملنا اكسكيوت هو فتح بروسيس تانيه. البروسيس التانيه دي فيها البين باش بتاعنا اللي هي التيرمينال، قعدنا نكتب شويه كوماندز، بعدين خلصنا كتابه الكوماندز عملنا اكزيت او دوسنا كنترول ودي، طلعنا بره التيرمينال اللي احنا شغالين عليها، والكونتينر كل ده ما تاثرش وبيقدر يسيرف ريكويست زي ما احنا شايفين، تمام. طيب دلوقتي عاوزين نعمل حاجه جميله جدا. ايه هي؟ عاوزين نابديت ال HTML pages اللي هي مكتوب فيها ايه؟ it works. طيب هنعمل الموضوع ده ازاي؟ هنتعلم كوماند جديد اسمه دوكر سي بي. الدوكر سي بي ده من الكوماندز اللي انا بحبها جدا. بيعمل ايه؟ بيكوبي فايلز من الدوكر كلاينت الى الكونتينر، وبيكوبي من الكونتينر الى الدوكر كلاينت. طيب الكونتينر ومش شرط يكوبي فايلات، ممكن يكوبي فولدرز، بس احنا هنستخدمه ان احنا دلوقتي نكوبي فايل. طيب هنعمل دوكر سي بي. بعد ما نعمل دوكر سي بي هنعمل ايه؟ هنحط ايه؟ هنحط الكونتينر نيم سويت ويسكوف، تمام. حطينا الكونتينر نيم، بعدين هنعمل ايه؟ هنعمل كولون، وبعدين نكتب الباس جوه الكونتينر بتاع الفولدر او الفايل اللي احنا عاوزين ناخده. في الحالة دي احنا عاوزين ناخد فولدر اسمه فولدر يوزر سلاش، اهو بص انا بغش من اهو، بص عشان تبقوا ايه عارفين انا بغش منين. يوزر سلاش لوكال سلاش اباتشي 2 سلاش، واخدين بالكم انا بحط الفول ايه؟ الفول باس هنا اهوت. احسن ان احنا نحط الفول باس، تمام، لكن هو الوركينج دايركتوري احنا عارفين ان هو ده، فاحنا لو ما حطيناش الفول باس برضه هتشتغل، بس انا بحب احط الفول باس عشان ابقى انا متاكد مليون المية ان انا بكوبي الفايل اللي انا عاوزه. هكتب اتش تي دوكس دوكس، وبعد كده هعمل اندكس دوت اتش تي ام ال. بعدين هكوبي ايه؟ هكوبي فين؟ ممكن احط دوت عشان يكوبي في المكان اللي انا واقف فيه، انا واقف في الروت فولدر بتاعي. عمل خلاص كوبي للروت فولدر. تعال بقى نخش على الفايل اللي موجود على الماشين بتاعتي index.html. انا بحب استخدم الفيم تكست اديتور، بس انت طبعا يو ار فري انك انت تستخدم اي تكست اديتور انت ايه انت عاوزه، تمام. طيب it works دي هنغيرها، نخليها مثلا hello from container. طيب انا دلوقتي عندي الفايل اللي انا عدلته على الماشين بتاعتي، عاوز اعمل فيه ايه دلوقتي؟ عاوز اوديه من الماشين بتاعتي لجوه الكونتينر. طب هتصرف ازاي؟ دوكر سي بي، الفايل اسمه ايه؟ index.html. هوديه فين؟ هوديه على الكونتينر ده اللي هو سويت ويسكوف. الباس ايه؟ ونفس الباس اللي انا خدته منه هوديه تاني ليه، تمام. هدوس انتر ودى الفايل. تعالى دلوقتي بقى نروح لل HTTP ونعمل ريفرش hello from container، تمام. يبقى احنا كده اتعلمنا ازاي نكوبي فايل جوه الكونتينر ومن الكونتينر، يعني من الهوست اللي احنا واقفين عليه للكونتينر، ومن الكونتينر للهوست اللي احنا واقفين عليه. طيب عشان ما اطولش عليكم في الحلقه دي هنتعلم حاجتين كمان اخيره وخلاص، وبعدين نعمل summarization.
برضو two commands جمال جدا ومهمين للناس اللي عاوزة تعمل advanced use cases. الكوماند الاول اسمه wait, docker wait. الدوكر ويت ده وظيفته ايه؟ انت بتستنى كونتينر معين لحد ما الكونتينر دوت يموت, وبعد ما الكونتينر ده يموت تعرف الاكزيت كود بتاع الكونتينر ايه. هتقولي طب ايه ده, طب يعني ايه الوظيفة ان انا افضل مستني كونتينر معين يفضل شغال ولما يموت اعرف الاكزيت كود بتاعه ايه؟ لا, هي لها يوز كيسز, ولها يوز كيسز مهمة جدا. هديكم مثال. نفترض جدلا ان الدوكر كونتينر ده مثلا بيرن مثلا شويه تيست للكود بتاعك, تمام, وانت عاوز تعرف الاكزيت كود بتاع الكونتينر هل هو زيرو, هل هو قفل جريسفولي, ولا حصل انتربت للتيست بتاعك. عشان لو حصل انتربت للتيست بتاعك الاكزيت كود مش هيبقى صفر, هيبقى رقم تاني وليكون واحد مثلا, وبالتالي لما هيكون واحد هنبقى انا فاهم ان التيست دوت ما طلعش سكسسفولي, يعني في مشكله. فبالتالي انت مش اكيد مش هتاخد التيست ريزلت دي فور جرانتد, لكن لو طلعت زيرو هتاخد التيست ريزلت ايه فور جرانتد. طيب انا هعمل ايه؟ انا هفتح تيرمينال جنب التيرمينال, لو ده التيرمينال الاول ده التيرمينال الثاني, هعمل دوكر بي اس. خلاص انا شايف ان الدوكر ده بيرن. طب خلاص انا هعمل هنا دوكر ويت, ادوس انتر. شايفين ايه اللي حصل؟ الكوماند شغال وهيفضل شغال مستني السويت ويسكوف ده انه يقفل او يتقتل, تمام, وبناء عليه هيطبع لي الاكزيت كود بتاع الايه, بتاع البروسيس اللي جوه الكونتينر, وبالتالي هتبقى نفس الاكزيت كود بتاع الكونتينر. طب نيجي هنا نعمل دوكر ستوب عشان نقفله جريسفولي, ونعمل سويت ويسكوف اهو, وبعدين ندوس انتر ونشوف ايه اللي هيحصل. شايفين ايه اللي حصل في التيرمينال دي؟ طلع زيرو, معناه ان الكونتينر دوت قفل جريسفولي وسكسسفولي, فبالتالي الاكسكيوشن ريزلت اللي كانت جوه بتاعت البروسيس اللي جوه الكونتينر دي طلعت ايه, سكسسفول. دي من احدى اليوز كيسز اللي انا بحبها جدا وبنستخدمها كتير جدا 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 في الاس دي ال سي سوفت وير ديفلوبمنت لايف سايكل, وخصوصا في الجزء بتاع الكونتينوس انتجريشن والكونتينوس ديليفري سي اي والاي والسي دي. طيب اخر كوماند النهارده, تعالى نستارت السويت ويسكوف تاني, نتاكد ان احنا مشغلينه, تمام, اب اند رانينج. اخر كوماند هنتعلمه النهارده هو دوكر اتاتش. فاكرين ان احنا اول ما بدانا الحلقه بتاعت النهارده قلنا ان احنا بنرن الدوكر ديتاتشد, تمام. طب افرض انت في اي لحظه من الاكسكيوشن لايف تايم عاوز تخش جوه تاتاتش نفسك للكونتينر, تخش جوه الكونتينر, هتعمل تستخدم كوماند ايه؟ تستخدم دوكر اتاتش, وتحط ايه؟ وتحط الكونتينر نيم, تمام. احنا كده عملنا الدوكر اتاتش وبقينا كاننا رنينا الكونتينر في الاتاتش مود زي اللي اتعلمناه المره اللي فاتت, وزي ما اتعلمناه من شويه مثلا لما عملنا بين باش واستخدمنا داش تي عشان نفتح التي تي واي تيرمينال, واستخدمنا داش اي عشان نفتح الانتراكتيف مود. ده اسمه اتاتشد مود, وده برضو اتاتش للرننج كونتينر اللي هو كان عاملين اللي احنا كنا عاملين ليه ران ديتاتشد. طيب احنا مش شايفين لوجز طبعا عشان احنا مش بنتعامل مع الكونتينر. تعالى نعمل مثلا ريفريش للبيج مرتين ولا ثلاثه, وبعدين نرجع كده هنلاقي نفسينا ان احنا شغالين وشايفين اللوجز بتظهر. و كده يبقى انتهت الحلقة بتاعت النهاردة. تعالى ناخد سمرايزيشن سريع, تمام. احنا اتكلمنا الحلقة اللي فاتت زي ما قلنا على الدوكر اوفر فيو والاركتكتشر, واتكلمنا على الشورت ليفد كونتينرز. النهاردة اتكلمنا عن اللونج ليفد كونتينرز. اتكلمنا ايه, عرفنا الدوكر ديتاتشد وايه الفكره من احنا ران ديتاتشد ونران لونج ليفد كونتينرز. اتعلمنا ازاي نعمل بورت مابينج, وتعلمنا ان الديفولت مابينج او ديفولت نتوركينج درايفر في الدوكر هو البريدج, وفهمنا بالتفصيل هو ايه البريدج بورت مابينج.
شفنا الدوكر بريدج نتوركينج سكيما شكلها عامله ازاي وفهمناها بالتفصيل، عرفنا نطلع اللوجز ونجيب الفايل تايم ستامز بتاعت اللوجز ونعمل فولو لللوجز، اتعلمنا ازاي نعمل ريستارت، اتعلمنا ازاي نعمل ستوب، اتعلمنا نكيل الكونتينر، اتعلمنا نجيب الستيتس بتاعت الرانينج كونتينرز كلهم او واحد بعينه، شفنا كوماند توب عشان نشوف التوب رانينج بروسيسز الموجودين جوه الكونتينر، شفنا الكوماند بتاع البوز وانبوز عشان نوقف الكونتينر ونشغله تاني، اتعلمنا الدوكر اكسكيوت عشان ننفذ كوماند معين جوه الكونتينر، وتعلمنا نستخدم الاكسكيوت عشان نفتح شيل جوه الكونتينر، واتعلمنا ازاي نخش في الانتراكتيف مود ونفتح التي تي واي تيرمينال، اتعلمنا نكوبي فايلات من والى الكونتينرز، وتعلمنا ويت عشان نشوف الاكزيت ستاتس، وتعلمنا اتاتش عشان ناتاتش على الرانينج كونتينر. بكده تكون انتهت حلقه النهارده، يا رب تكونوا اتبسطتوا منها جدا. استنونا في الحلقه الجايه هنتعامل مع اكتر من كونتينر، هنلينكهم ونسيت الهوست نيمز بتاعتهم وحاجات تانية كتير. تابعونا، السلام عليكم.